استاذ القلب اسيوط على الموضوع، توبيك يعني امبورتنت في الكاردو فاسكولار، واخف شويه من موضوع البالمونري هايبرتنشن اللي هو الديسليبيديميا مانجمنت يوزنج نوفل كومبينيشن ثيرابي. اتفضل. شكرا طبعا لحضراتكم. هو ده ليبتس سيمبوزيوم، يعني تو بي كلير يعني اباوت ديسليبيديميا مانجمنت يوزنج يونيك كومبينيشن ثيرابي. زي ما احنا عارفين انه كارديو فاسكولار ديزيز the most important, most common cause of death worldwide. 46% من أسباب الوفاة نتيجة الكارديوفاسكولار ديزيزز، 85% من أسباب الوفاة نتيجة non-communicable diseases. عايزين نقول برضو أنه the first sign of coronary artery disease is often sudden death or myocardial infarction. In nearly half of the patients في الميلز أكتر شوية 62%، وفي الفيميلز حوالي 45% في الاستادي دي اللي اتنشرت سنة 93 في سيركوليشن. The clinical manifestations of atherosclerosis حقيقة هي affecting different organs. Can affect the carotid arteries and cerebral arteries leading to transient ischemic attacks, strokes, dementia. Can affect the renal arteries leading to renal artery occlusion. Can cause worsening of kidney function. أو كان تؤدي إلى رينوفاسكولار هايبرتنشن. ممكن تؤفكت الكوروناري أرتريز، أكيوت كوروناري سيندرومز، ستيبل أنجينا، سايلنت إسكيميا. كان أفكت ذا بريفرال فيسز. بريفرال فيسز دي حسب المكان، في الأبدومينال أورتا ممكن يعمل أورتيك أوكلوجن أو أورتيك ديسكشن. لو هو في السوبيريور أند إنفيريور ميزنتريك أرتريز ممكن يعمل ابدومينال اسكيميا، ممكن يعمل اكيوت ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. لو هو في البريفيرال فيسز هيعمل كلوديكيشن بين وبريفيرال ارتيريال ديزيز. في الاي احنا عارفين ان هو ممكن يعمل ريتينوباثي، وبالتالي دايفرستي اوف افكشنز اكوردنج تو اثيروسكلروزز. موضوع الاثيروسكلروزز الحقيقه هو بلاك فورميشن في البريفيرال فيسز او الكوروناري فيسز، وات ايفر المكان الفيسل، بيبقى في فوم سيل اكيوميليشن، بعد كده البلاك بتكبر بروجريست بتعمل اوكلوجن، او لو حصل لها رابشر في السمول ارتريز زي الكوروناري ارتريز بتعمل اكيوت كوروناري سيندرومز. وفي ديفرنت ريسك فاكتورز الحقيقه الهايبر جلايسيميا، انسولين ريزيستنس، انفلاميشن، اند دايابيتيك ديسليبيديميا كان افكت the process of atherosclerosis. احنا بنقسم الريسك فاكتورز اللي موديفايبل ونون موديفايبل ريسك فاكتورز. موديفايبلز هما دول اللي احنا بنشتغل عليهم فور تريتمنت، من اهمهم الديسليبيديميا اللي بنتكلم عليها النهارده، وفي نون موديفايبلز دول ما لناش فيهم اي حاجه نعملها. والقاعده انه the more the number of risk factors the higher the possibility of developing heart attack, and the highest the level of each factor the higher the possibility. هي دي القاعده. عندنا المانجمنت اوف ديسليبيديميا مشكله، لانه في ديفرنت ديليماز، في ديفرنت تشالنجز. دي اليورو اسباير 5 ترايل، واحنا مصر كنا احد البارتنرز في يورو اسباير، وانا كان ليا الشرف ان انا كنت البرنسبال انفستيجيتور للاستدي دي في مصر. اشتركت فيها 27 دوله. احنا عندنا اليورو اسباير ذا سيريس اوف ستاديز من 1 لحد 5، احنا اشتركنا في الاخيره اللي هي 5 اللي اتنشرت في اثيروسكلروز في 2019. الاتشيفمنت اوف ال دي ال كوليسترول جول اقل من 70 ملي جرام بير ديسيليتر وورلد وايد كان 42%، في مصر 31%، وده رقم قليل جدا في العيانين اللي هم سكندري بريفنشن، اللي هم دوكيومنتد تو هاف كوروناري ارتري ديزيز. ده بالرغم من انه ذا يوز اوف ليبيد لورينج دراجز ان ذيس بيشنتس كان 84% وورلد وايد، وعندنا في مصر 82%، مش فارق كتير عن الوورلد وايد داتا. ده معناه ان عندنا مشكله في الكنترول اوف ديسليبيديميا. بناخد ادويه بس مش عارفين نوصل للجول، يبقى اكيد بناخدها غلط، او ان في حاجات تانية ممكن نعملها هنشوف. طب اليوز اوف هاي انتنسيتي ستاتينز اللي هي المفروض ريكومندد بالجايد لاينز كان كام في الميه؟ 60% في مصر، 64%. يعني عندنا احد الاسباب هو ان احنا بنستخدمش الريكومندد دوز بشكل كافي اللي هو الهاي انتنسيتي ستاتين. يبقى دي احد الاسباب لقيناها واحنا بنعمل اناليسز للداتا. طيب ايه الاسباب التانية؟ نبص بقى للانتي ديسيبيديميك دراجز اللي كانت بتستخدم، هنلاقي ان الستاتينز
كانت بتستخدم في 80.5% من الحالات، يبقى بتستخدم كويس زي ما احنا قلنا قبل كده. بس مش ما بناخدوش الهاي انتنسي ستاتين الا في حوالي 62 أو 64%، فيكس دوز كومباينيشن 2.5% فقط. فهل ممكن لو احنا زودنا الهاي انتنسي ستاتين وزودنا ان احنا نضيف الازيتامايب للتريتمنت اوف ذيس بيشنتس وي كود هاف ا بيتر اتشيفمنت للجول؟ بوسيبلي وي كان دو ذس اند وي كان تراي. هنبص للعيانين وهم خارجين من المستشفى بعد بعد الايفنت. الايفنت في الترايل دي كان العيان بيجيله اكيوت كرونيك سندروم او يكون عامل بي سي اي او كابج، وبعد كده تعمل له انترفيو بعد 6 شهور مش اقل من 2. فالعيانين وهم خارجين من المستشفى اللي كانوا واخدين هاي انتنس ستاتين وكملوا عليه 43% فقط من العيانين. عندنا اللي كانوا بياخدوا هاي انتنس ستاتين وقللوا لمودريت انتنسيتي 10%، واللي كانوا بياخدوا هاي انتنس ستاتين ووقفوا خالص 10%، يبقى عندي 63% كانوا بياخدوا هاي انتنس ستاتين اللي احنا اتكلمنا عليهم 63 أو 64%. يبقى 43% منهم كملوا، 10 و10 قللوا او وقفوا. في مجموعه كانت على مودريت انتنسيتي ستاتين وزودت، ودول كانوا 12%، يعني في الاخر اللي وصلوا للهاي انتنسيتي ستاتين حوالي نص العيانين بعد اكتر من 6 شهور من التريتمنت. يبقى برضو عندي مشكله في الكومبلاينس بعد ما ببدا الهاي انتنسيتي ستاتين. ذا كرايتيريا اوف ايديال ليبيد لورينج ايجنت ان هو يبقى بوتنت ال ال دي ريكشن، بيحصل معايا ريزنج الاتش دي ال، lowering the triglycerides مع ال LDL كوليسترول، achieve the goal مش مجرد يقلل بس، we have to achieve the goal recommended بالguidelines، we have good cardiovascular outcomes يبقى لي proven mortality benefit أو morbidity benefit whatever، ويبقى tolerable side effects بتاعته تبقى acceptable. طيب نبص على الكومبانيشن ثيرابي وفكرة الكومبانيشن ثيرابي. هنشوف هنلاقي انه فكره الكومبانيشن ثيرابي الستاتينز بتشتغل على الليفر، بتقلل الكوليسترول سينثيز. في نفس الوقت الليفر مهما اديناها ستاتينز هي برضه في الاخر بيحصل كوليسترول سينثيز، والكوليسترول ده جزء منه بيبقى اكسكريتد في الانتستين. الجزء الاكسكريتد في الانتستين ده بيبقى فيه جزء منه ري ابزوربد وجزء بيبقى بيخرج مع الاستول. الازيتامايب بيشتغل ان هو بيقلل الري ابزوربشن، فبالتالي بينتنسيفاي ذا كوليسترول لورنج افكت بتاع الستاتينز، فانذر ميكانيزم ذات كان انتنسيفاي ذا افكت، فبالتالي الكومبينيشن ثيرابي مفيد بيكمل بعضه. طب وات ذا ايفيدنس بيوند ذس هايبوثيسز اللي احنا اتكلمنا عليها؟ عندنا ايفيدنس ولا هي مجرد نظريه؟ لا، في ايفيدنس، في ديفرنت ترايلز هنتكلم عليهم بسرعه. هنلاقي انه فكره الكومبينيشن as a general مقارنه بالدبلنج اوف ذا ستاتين، عندنا حاجه اسمها رول اوف 6، ان كل ما اعمل دبلنج للدوز اوف ستاتين من 10 لـ 20 لـ 40 لـ 80 بيحصل 6% بس انكريز في ال LDL lowering effect. في pleiotropic effect بيبقى مسؤول عن ال reduction of mortality and morbidity، لكن ال reduction في الليفل 6% بس، مع انه لو انا ضفت ال 10% الكلام ده كانت عمل على سيمفاستاتين 10% ازيتامايب، ده هيؤدي الى نفس اللي هيحصل مع الدبلنج ثلاث مرات، ان انا اوصل للدوز بتاعه ال 80، يبقى من غير ما يبقى فيه سايد افكتس. يبقى ال LDL ريدكشن بيدي بس 6% مع الدبلنج، لكن الكومباينيشن بيدي ثلاث اضعاف اللي انا ممكن احصل عليه مع الدبلنج ثلاث مرات 18% one step administration. هنبص على الامبروفد ترايل اللي اتعملت على السيمفاستاتين واثبتت انه الكومبينيشن ثيرابي ما بين الازيتامايب والسيمفاستاتين ادى الى ريدكشن في المايوكاردال انفاركشن 13% واسكيميك ستروك 21% والانستيبل انجاي الكومبينيشن اوف ام اي ستروك اند كارديوفاسكولار ديزيز الى حوالي 10%. في بقى سبيس ترايل، دي ستادي بقى الازيتامايب مع الاتورفاستاتين بنقارن بيها. هي الستادي دي كانت مالتي سنتر راندمايز دبل بلايند اكتيف كنترول كلينيكال ترايل، كانت 6 ويك ستادي بيريودز، كان في 2 بيريودز للستادي، اتاخد فيها العينين ال LDL كوليسترول بتاعهم كان اكتر من 100 واقل من 160، كان حوالي 1500 عيان،
وكانت فكرته عيان ماشي على اتورفاستاتين 10 ملي ومش كنترولد، فانا عندي يا اما اضيف عليه ازيتاميب 10 ملي او ادبل لاتورفاستاتين 20 او ان انا اشفت لرزوفاستاتين 10 واشوف الفرق ايه. واول 6 اسابيع اتعمل فولو اب لقينا ان الاتورفا لما اتحط عليه ازيتاميب اداني 22% ريسك ريدكشن بال دي ال كوليسترول بعد 6 اسابيع مقابل 9.5% مع الدبلنج للاتورفاستاتين و13% لما شفتنا على رزوفاستاتين 10. طيب ال 6 ويكس بيريود الثانيه اتحسب فيها ايه؟ العيانين بقى اللي دبل فيهم الاتورفاستاتين والرزوفاستاتين اتعمل فيهم نفس الكلام اللي كان فيهم من 100 ل 160 لسه ما وصلوش للي احنا عايزينه. الاتورفا 20 اتقسموا تاني اضاف عليه ازيتامايب او انه خد اتورفا 40 اتعمل له دبلنج، يعني كملنا الترايل بنفس الكونسبت على الدوز الاعلى، واللي كانوا بياخدوا رزوفاستاتين وما وصلوش وما زال الرقم من 100 ل 160 يا اما تضاف ازيتامايب على مع اتورفاستاتين للعيانين دول، يعني اتورفا 20 مع الازيتامايب بنفس الكومبينيشن اللي اتاخد في المجموعه الثانيه، او اتعمل دبلنج للرزوفاستاتين. واتعمل بعد كده 6 اسابيع اتعمل لايبوجرام وكانت النتيجه انه 17% ريدكشن مع الكومبينيشن مقابل الدبلنج الاتورفا اللي هو 40 ملي او الدبلنج للرزوفا في الجروب بتاع الرزوفا اللي كان مدي 7.5% ريدكشن. فبالتالي فكره الايزيتامايب كومبينيشن، فكره الرول اوف 6 ابلايد في ريجاردليس اوف ذا تايب اوف ذا ستاتين. والكونكلوجن تريتمنت اوف هاي كارديوفاسكولار ريسك هايبركوليستيراميك سبجكتس وذ ايزيتامايب ادد تو اتورفاستاتين 10 او 20 برودوس سيجنيفيكانتلي جريتر امبروفمنت ان كي ليبيد باراميترز اند سيجنيفيكانتلي جريتر اتينمنت اوف ال دي ال تارجت جولز ذان دبلنج اوف اتورفاستاتين او سويتشنج او دبلنج للرزوفاستاتين ات كومبيرد دوزز. الاستادي الثانيه اللي هي اسباث ترايل، والاسباث دي ايزيتامايب ادد لاتورفاستاتين 40 ملي جرام كومبيرد للاتورفا اللي تعمل له دبلنج لل80 في الهايبركوليستيراميك هاي ريسك كورونار ارتري ديزيز بيشنتس. دي كانت الكونسبت اللي احنا قلناها دلوقتي، وكانت على 288 عيان وبرده 6 اسابيع من الفولو اب، 27% ريدكشن مع الكومبينيشن مقابل 11% سيجنيفيكانت ديفرنس اجين مع الكومبينيشن ثيرابي، والجول اتشيفمنت 74% مقابل 32% للاتورفاستاتين 80، يعني 40 مع الزيتامايب مقابل 80 وصلنا للجول 74 مقابل 32، معناها ان الكومبينيشن بيتر ان اتشيفمنت اوف ذا جول اند بيتر ان ال دي ال ريدكشن. يبقى ده الكونكلوجن اللي ورانا الكلام اللي احنا شفناه، وبوث تريتمنتس وير توليريتد، 80 توليريتد والزيتامايب مع ال 40 توليريتد، يعني السايد افكتس ما قلناش منها قوي. بريسايز ايفاس ترايل دي كانت فكره ثانيه ان انا بشوف بقى الافكت على البلاك ريجريشن مع استخدام الزيتامايب ادد للاتورفاستاتين، وكانت فكرتها تو جروبس، اتورفا مع الزيتامايب والجروب الثاني كانت اتورفاستاتين الون، وتعمل فولو اب وفي الاخر وصلنا الى 89 عيان في جروب الكومبينيشن مقابل 89 برضو في الجروب اللي كان بياخد اتورفا الون. بعد 9 ل 12 شهر من الفولو اب اتعمل ايفاس قبل وبعد، لقيوا انه there is a significantly greater percent of patients who received atorvastatin showed coronary plaque regression 78% مقابل 58%، فرق كبير. وهنلاقي انه البرسنت اثيروما فوليوم ريدكشن كان significantly better مع الاتورفاستاتين compared للاتورفاستاتين 40 ملي جرام، كان 1.4 مقابل 0.3، وكان الconclusion compared with the standard statin monotherapy the combination showed greater coronary plaque regression. It might be attributed to cholesterol absorption inhibition induced aggressive lipid lowering. لما نبص في الديفرنت ترايلز اللي كان بيشوف في قصة البلاك ريجريشن، هنلاقي انه الداتا بتاعتنا ادت اعلى رقم في البلاك ريجريشن اللي هو كان زي ما احنا شايفين بيتراوح في ال بتتكلم هنا في بلاك ريجريشن النسبة بتاعته كانت 2.3% مقابل ارقام كلها بتتكلم في 1/10 اقل من 1/10% في الديفرنت ترايلز التانية.
بص على سب جروب اناليسيس من البريسايز ايفاس ترايل واللي كانت بتشوف في العيانين ده كرونيك كيدني ديزيز، هل في فرق طيب في القصه دي ولا ما فيش؟ واللي كان عندهم سي كي دي نفس القصه اتشافوا مقارنه باللي ما عندهمش، وكانت النتيجه في الاخر انه ستيل ذا كومباينيشن از بيتر ريجاردلس سي كي دي زي ما احنا شايفين. انا عايز دقيقتين يعني. بعد كده لما نشوف بقى الزيوس ترايل، الزيوس ترايل دي كانت بتشوف ان بيشنتس وذ ستاتين اند ازيتامايب والبلاك ريجريشن ان بيشنتس وذ اكيوت كورونري سيندروم، والكنترول جروب كانت بتاخد اتورفاستاتين الون ده في الاكيوت كورونري سيندروم. التشنج في ال LDL كوليسترول كان اعلى طبعا مع استخدام الازيتامايب، والبلاك فوليوم كان احسن، وبالتالي ذا كونكلوجن ايرلي انفيزيف ليبيد لورينج يوزنج اتورفا with ازيتامايب after acute coronary syndrome حصل فيها remarkable plaque regression، وده بيؤكد الكلام ده applied still في acute coronary syndrome. In patients with heart failure دي داتا السنة دي اتنشرت ان انا ما بضيف statins لtreatment of heart failure عندي MACE بيقل، MACE plus heart failure بيقل death MI stroke كل الكلام ده heart failure hospitalization اقل، ودي داتا يعني حقيقة لسه يعني ما خدتش حقها، لكن لسه هنشوف ايه اللي هيتقال عليها في الفترة اللي جاية. في الديابيتك بيشنس المشكلة ان انا عندي سمول دنس LDL، ممكن نفس الرقم LDL لكن النمبر اوف LDL باركت تجلز بيبقى اعلى كل ما السايز اوف LDL، دول اشخاص مختلفين الريسك بيبقى اعلى كل ما السايز اوف LDL كوليسترول بيبقى اقل، لان الايبو بي اللي هو المور اثيوجينيك بيبقى الرقم بتاعها اكتر. وبالتالي في الديابيتس ذا سيم نمبر الريسك بيبقى اعلى، ودي المشكله. بالتالي اجريسيف لورنج في الديابيتس بيبقى مطلوب. الجايد لاينز قالت ايه؟ الجايد لاينز دي قالت ان ايجيبت من المناطق اللي عندها ذا هايست ريسك اوف اثيروسكلروزز، وقسمت الريسك لفيري هاي ريسك واحنا عارفينه زي دوكيومنت اثيروسكلروزز ديابيتس والديوريشن اكتر من 20 سنه او معاها 3 ريماركابل ريسك فاكتورز او تايب 1 دايابيتس اكتر من 20 سنه سيفير سي كي دي اقل من 30 او كالكوليتد سكور اكتر من 10% او فاميليار ومعاه اثيروسكلروتيك كاردوفاسكولار ديزيز، والهاي ريسك اللي هم ماركت ليفيتد ال اند بلاد بريشر، والفاميليار معهاش اثيروسكلروتيك فاكتور دايابيتس اللي هو معهوش تارجت اورجان دامج ومعاه سنجل ريسك فاكتور او الديوريشن بتاعته اكتر من 10 سنين ريجاردس هو تايب 1 ولا تايب 2، والسي كي دي من 30 ل 59 وسكور من 5 الى 10، وهم دول اللي هم هايست ريسك اللي احنا بنتكلم عليهم في الاساس، وبناخد statins for the maximum tolerated dose. بعد كده ده class 1 لو العيان ما استجابش بنديله بعد كده ازيتامايب، والجولز بتاعتي بتوصل 55 في الهايست ريسك و70 في الهاي ريسك زي ما احنا شايفين الجولز اعلى في الجايد لاينز، كل شويه جايد لاينز بتوصل لارقام اعلى. ده الهاي دنس ستاتين توصلني 50% ريدكشن ال دي ال كوليسترول كومباينيشن مع الهاي انتنسيتي مع الايزيتامايب 65%، وده اعلى من البي سي اس كي 9 انهيبيتورز اللي بتديني 60%، فما بالك لو خدنا الثلاثه مع بعض 85%. وبالتالي الاي سي ريكومندد اخر حاجه في الستاتس دي قالت ان انا في العيانين اللي هم فيري هاي ريسك انا ببدا بستاتين بلس ازيتامايب لو الجول بتاعي ده خلاص تمام ما وصلناروش بقاد بي سي اس كي 9 انهيبيتورز، لكن اكستريملي هاي ريسك دول مجموعه مختلفه ضافوها في الجايد لاينز الاخيره انا ببدا من الاول بالثلاثه بي سي اس كي 9 انهيبيتور مع الستاتين هاي انتنسيتي مع الازيتامايب، ودول اللي هم البوست اكيوت كورونري سيندروم والهيستوري اوف اذر فاسكولار بريفيرال ديزيز والمالتي فيسيكل كورونري ارتري ديزيز او الفاميليا هايبركوليسيريما بيسموهم اكستريملي هاي ريسك، دول الجروب الاخير. النايس جايد لاينز دي اخر انا فاضل لي 2 سلايدز. النايس جايد لاينز الحقيقه كانت الريكومنديشنز بتاعتها شبه اليوروبيان جايد لاينز، لكن هي كانت ريكومندد الاتورفاستاتين باي نيم بيز على ان الاستاديز بتاعتها في الاكيوت كورونري سيندروم في سكند بريفنشن كانت هي الاعلى والاقوى، وبالتالي the take home message this epidemia management is a challenging and with unmet need that necessitates strict application of the recommended aggressive use of the available tools the lower the better in this epidemia management is becoming more popular pleiotropic effects of high intensity statins is not cannot be denied
adding ezetimibe to high intensity statin allows lower LDL cholesterol goals with getting benefit of the pleiotropic effect of high intensity statin. الاثنين مع بعض بقدر اوصل لهم. Adding ezetimibe to high intensity statin was proved to get a remarkable plaque regression in secondary prevention. Thank you very much. Thank you دكتور حسام بيه على الاليجنت برزنتيشن ده في الستاتين.